مرحبا حبايب قلبي، كيفكم؟ ان شاء الله بخير. طبعا رجعنا لكم فيديو جديد من يوميات عبود ومهدي. اليوم صار لي اسبوع الحق عبود ومهدي الاقيهم نايمين مع بعض وما لقيتهم. اليوم يا جماعه واحد نام على بطني، واحد نام لحاله، فتعبانين. فتركتهم نص ساعه تقريبا، صار لهم ساعة نايمين، فقلت خليهم يغفلون مظبوط عشان أساوي بيهم المغلب. بدي أساوي بيهم المغلب ردا على المغلب اللي سووه بي وأني نايم. فألحس بدنا نشوف ردة فعلهم، وإن شاء الله ما يبكون. خليكم مع الفيديو مشاهدة ممتعة، لا تنسونا باللايك والاشتراك وتفعيل الجرس، ولا حد يقول لي حرام وما حرام، بدي أخذ بتاري. أوكي، أحبكم. يلا طبعا يا جماعة شوفوا شلون نايمين. يلا نايم نايم الحبيب نايم. شوفوا البقرة مهدي. مهدي لازم نحركه عشان نعرف نرسم له. تعالوا على عبودة الحس عشان اتفاق عبودة. عبودة يا عبودة، عبودة يا عبودة، عبودة يا ابو دي، سألك هندي، سألك هندي ابو دي، يا ابو دي حطيت زينين. اول شي نسوي العبودة بعدين. اسمع، ما سويته بالمغلب انتم مهدي، بما اني نايم. اسكت اسكت، طيب خلينا نسوي المغلب مهدي. طول بالك طول بالك، خليني خليني نايم. طول بالك، اسكت 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 اسكت، طول بالك طول بالك طول بالك. حبيب نامي نامي حبيب نامي نامي يا مهدي، نامي يا مهدي، مهدي نامي نامي يا مهدي، نامي نامي يا مهدي. افتح ايدك، بدي احط لك شيء. افتح ايدك، افتح ايدك. ها ها، مثل ما سويت بنتو انتو عبود وانا نايم. ها مغلب. لا 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 لا، انت عبود ما سويته في مقلب. ها الحج جيت تاخذ بتاري، شايف؟ قوم نشوف حالنا على المرايه. يلا قوم شوف حالك على المرايه. انني مبسوط، مبسوط جدا يا جماعه، اخذت بتاري الحمد لله. ايوه شوف 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 شوف، قوم 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 شوف حالك. يلا قوم شوف حالك، قوم شوف حالك، قوم شوف حالك. فاصل فاصل.
انت شايف وجهك؟ ما انا خديت بطاري مو؟ انا بطل. شنو يعني؟ بدرتك صار لي اسبوع اخطط ارد اكمشك نايم انت وعبود مع بعض وانت ما تنام، يا اما تنام انت يا اما يكون فايق عبود وهو نايم، يا اما ينام عبود وهو يكون فايق. خديت بطاري اليوم انام مرتاح، فهمت علي؟ فهمت علي حبيب؟ شوف دعك صريت بك. شني؟ شو بدك من امك؟ غسل ايديك. والله ما زعلت مني؟ والله ما زعلت. المهم خديت بتار يعني ولا لا؟ قوم نروح نشوف عبوده. روح شوف عبوده. تروح نشوفه؟ شفت عبوده سويت به؟ تعال شوف عبوده. يلا تعال نشوفه. يلا تعال نشوفه ونجيبه على المرايه مشان نشوف حاله. مو يلا بديه. يا بديه ابو ديه ما تلوح؟ تلوح على البيم؟ ضحك على مدي. ضحك ابو ديه. ضحك سويت بو. خديت بتاري شايف؟ قوم شوف حالك. قوم شوف حالك على المراي. قوم 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 شوف حالنا على المراي. قوم قوم. انا خديت بتاري. قوم قوم. لا 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 خلص لا. قوم يلا قوم. شوف حالك ليش تعبيني؟ ليش تعبيني؟ عبيتني يا زلمة. عبيتني. شوف لا شو عبيت وجهي. تعال نشوف حالك. يلا تعال مين تعال شوف انا اياك وعبود. ليش هيك؟ هيس دينك سويت بيه مغلب. انت سويت بيه. تعالوا شوفوا حالكم. يلا تعال شوف حالك انت وياه. اسكت عبود. ايه انت سويت بيه مغلب. شوف شنو هاي؟ خليت بتاري. خليت بتاري. ايوه لا 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 انت ما سويت بهيك. انت مهدي وانا نايم. اخ ليش؟ لا مو هي بتضرب بابا. انا زعلت زعلت. مو حرام تعمل مو حرام اعمل فيك هيك؟ ايه. طيب انا ما كنت نايم مو حرام تسوي بهيك وانا نايم؟ خليت بتاري ولا لا؟ انا خليت بتاري. انا ما ياخذ بتار. شني؟ شني؟ ما راح اقولها. انت وكفوها. ما ياخذ بتار ايش؟ احمار. شو البقلب؟ تضربني مو؟ ايه. تضرب بابا؟ ايه. انا زعلت. عبود شوف ما يضربني. انا زعلت منك. زعلت منك. ضحك عبود ها؟ هذا مسح لك. نشوف. مسح لك هيك ونروح على الدكان ماشي؟ بس ما يجي يضربني. لسه تضربني؟ أبا حبني؟ تعال حبني. يلا تعال حبني. تعال حبني نشوف. يلا حبني. يلا حبني. حبني مشان ما ازعل منك. يلا مشان اخذك معي. بوستك. بوسني بوسني. انا زعلت. زعلت منك تطلب بابا. شوف عبود شلون يبوسني. شوف لسه تضربني؟ بوسني؟ والله كفو. طبعا يا جماعه ما اعطوني رد فعل لانهم نايمين بس عم مصحصحين. شنو شعورك لما حطيت لك على وجهك؟ شوف وجهك. شوف وجهك. تخوفني. تخوف تخوف. يا لطيف دي خوفني. يلا قول لي عمو دي سوي له دي خوف. يلا يا جماعه راح نغسل لهم وبعدين نرجع نسولف معاهم عشان يصحصحون. اوكي نغسل لكم وجهكم مشان نروح على البيم. خلص ده ما زعلك ما زعلك. نروح نشتري لكم. اوكي يلا يلا. اول شيء بوسوني بعدين اروح. يلا بوسني. خديت بتاري ولا لا؟ اخذت. مزبوط. انا ذكي مو؟
والله اليوم فرصة على العالم، اليوم أنا مبسوط. وأنت؟ خديت بتاري ولا لا يا مهدي؟ خديت. خديت؟ إيه. والله؟ والله أنا كفو، قول أنت بطل، خديت بتارك. أنا بطل. أنا بطل. يلا. طبعًا اليوم يا جماعة فرصة ذهبية، صح إنهم جلغموني شوفوا شلون عبوني، بس المهم خديت بتاري. خليكم مع الفيديو بس نغسل لهم ونرجع لكم. طبعا يا جماعة غسلنا العبود والمهدي، وشوفوا مهدي حط صحن البطاطا قدامه وبلش يضرب، اهم شيء عنده بطنه. شو مهدي شنو شعورك لما سيتبك مقلب؟ مبسوط؟ ها؟ ما يرد، عياكل. شو عبو؟ عياكل، عتاكل. شو عبودي شنو شعورك لما سيتبك مقلب الحز؟ لما قلت نايم؟ ايه؟ وحطيت لي الهدار مثل ما حطيته على وجهي مو؟ ايه ايه بعدين سبت هديس. ايوه بدي حطيت. ايه طيب انا خليت بتاري مزبوط؟ ايه ايه شنو شعورك؟ شنو يعني؟ انا غدار. انا غدار؟ ايه. طبعا يا جماعه اليوم كان الفيديو على اساس نسوي تحدي، بس استغلت الفرصه وشفتهم نايمين مع بعض، وصار اسبوع ارصدهم عشان ينامون مع بعض مو ينامون. اليوم شفتهم نايمين مع بعض، حبيت اني اسوي بيهم المغلب واخذ بتاري. لهين وصلنا لنهايه الفيديو، اتمنى يكون نال اعجابكم. لا تنسونا باللايك والاشتراك، تفعيل الجرس، ولا تدافعون عن عبود ومهدي، تتركوني اني لحالي. اوكي وليتس جو. باي. سكاو. سكاو. ما ننسى السكاو، اهم شيء بطنه. يلا هم هم.